رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع السعودي ويجتمع باللجنة الأمنية العليا. هيئة رئاسة الانتقال تطالب مجلس القيادة بوقف التجاوزات في منح الدرجات الوظيفية العليا. نائب رئيس المجلس الانتقالي يترأس الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية ويطلع من وزير الأشغال على المشاريع المحضر تنفيذها بمحافظات الجنوب. المحافظ بن ياسر يلتقي اللجنة المكلفة لموقع الخلاف بين قبيلتي قمصيط والمناهيل ويستقبل بعثة نادي الجزع للتايكواندو ويوجه بتكريمهم. المحمدي يناقش مع تنفيذية انتقال المكلا التحضيرات للقاء الموسع لمناضلي الحراك.